A 36-year-old male came to the hospital for weight reduction surgery. His BMI is 42. Unit test a continuous cuff by the patient. Further examination revealed that he also has chest pain, difficulty swallowing. In endoscopy, you found hiatal hernia with a grade 3 esophagitis. طيب first عندنا هلا الويت ريدكشن سيرجري. So we'll start with bariatric surgery. تمام؟ طيب we have four types. عندنا أربع أنواع من bariatric surgery. عندنا الأجستبل جاستريك باند. عندنا السليف جاستريكتومي. عندنا الروين ان واي او روكس ان واي جاستريك باي باس. واخيرا البيليو بنكرياتيك دايفرجن ود ادودينال سويتش. طيب بريف عن كل تايب. اول واحد جاستريك باي باند راح نحط باند بيلو ذا تحت شو اسمه الجاسترو اسفيجال جنكشن. السليف انت ما نعرف راح نشيل الجريتر كونفكشر والباقي من الستومك راح شو اسمه ريسمبل ذا سليف. الروكس ان واي راح نكبت الستومك راح نوصل الستومك وراح نوصل الجوجينم وذ ذا ستومك. تمام هون راح يكون عندنا جاسترو جوجينال جينوستومي والباقي من الجوجينم راح نوصله في الجوجينم. طيب واخيرا البي بي دي راح نسوي سليف والجزء تبع الجوجينم راح نوصله بالستومك والديودينم راح نوصله باخر جزء من السمول انتستين. طيب عندنا اثنين بروسيجر عندنا اثنين تكنيك اللي هو الريستريكتيف والمال ابسوربتيف. الريستريكتيف بروسيجر نحن عم نعتمد على او عم نركز على الاستومك كاباسيتي فعم نقلل كميه الطعام انه البيشنت راح ياخذها بعدين. وعندنا المال ابسوربتيف. المال ابسوربتيف عم نركز على الامتصاص بالامعاء تمام بالسمول انتستين. يعني عم نسوي يعني الفود تو باي باس ذا بورشنز اوف ذا سمول انتستين ما عم نخلي الفود يمتص. تمام طيب هاي الاربع انواع الموست كومن في منهم راح يكون ريستريكتيف في منهم راح يكون مال ابزوربتيف في منهم راح يكون بوث. فمثلا الباند شو رايكم شو راح يكون ريستريكتيف ولا مال ابزوربتيف؟ تمام طيب بخصوص السليف منهم بوث منهم مال ابزوربتيف. طيب بخصوص الروين واي جاستريك باي باس. طيب واخيرا البي بي دي مع بعض. اول واحد الجاستريك باند راح يكون ريستريكتيف. نحن اللي سويناه فقط انه سكرنا تمام او صغرنا الاستومك كاباسيتي تمام فراح يكون ريستريكتيف مينلي. كونترا انديكيشن باي عمليات اذا كان مثلا عندنا بريور جاسترو اسفيجر سيرجري فالمنطقه هي راح تكون ويك وايضا كمان ريسك اوف جير. طيب بخصوص الويت لوس راح يكون سلو اند ستدي. فور ذا سليف عندنا كمان السليف ريستريكتيف وليس مال ابزوربتيف. الانديكيشن كرون ديزيز انيميك بيشنت وكمان لازم نركز انه كمان بيسوي لنا هاي ريسك اوف جير. مقارنه بالجاستريك باي باس راح يكون سلوور ذان ذا جاستريك باي باس في الويت لوس. ثالث واحد اللي هو روين واي جاستريك باي باس راح يكون ريستريكتيف مال ابزوربتيف. بنشوف هون نحن صغرنا المعده صغرنا الكباسيتي وكمان الديودينم صار يعني اقل امتصاص يعني الفود راح يروح على الجوجينم مباشره وهون سوينا الروكسين واي لو تشوفون مثل الواي تمام فراح يكون بوث ريستريكتيف اند مال ابسوربتيف. طيب الانديكيشنز راح يكون عندنا انديكيشن للجيرد راح يكون انديكيشن للتايب 2 دايبتس ميليتس اولسو نن الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز وكمان بالبولي سيستيك اوفري سندروم اولسو ان ميتابوليك سندروم. الفكره هون بخصوص الديزيزز هاي انه الروكسين واي جدا افكتيف ان انسولين تريتمنت انسولين ريزيستنت تريتمنت. طيب كونترا انديكيتد ان كرون ديزيز. طبعا الكرون ديزيز مثل ما بنعرف انه راح يصيب الهول جي اي فراح يكون ويك فاذا بدنا نقعد نقص والى اخره فعرضه جدا للبرفوريشن وكومبليكيشنز. اخر واحد البي بي دي مال ابزوربتيف مينلي وكمان اذا نحن سوينا سليب فراح يكون شو وذ سم ريستريكتيف. الانديكيشن اذا كان البيشنت جدا سمين سوبر اوبيز. طيب نلاحظ هون عندنا بالروكس ان واي والبي بي دي الاثنين رابد ويت لوس ان بوث. طيب الموست كومن اي واحد من الاربعه برايكم؟ موست كومن يوز. طيب الموست كومن يوز هو السليف تمام. السكند موست كومن يوز از ذا روكس ان واي. طيب عندنا انديكيشنز indication for bariatric surgery. اول شيء بيكون الافريج ايج بيكون من 18 الى 60. البيشنتس اقل من 14 راح يكون لهم جايد لاينز خاصه فيهم.
الالدرليز above 60 راح يكون مور يعني عرضه للكومبليكيشن، فكمان لازم نكون يعني حذرين معه. اول شيء راح نسوي شو كونسرفت تريتمنت للبيشنت، راح نسوي لايف ستايل موديفيكيشن دايت الى اخره. الكونسرفت تريتمنت فيلد راح نروح للبرياتريك سيرجري. تو انديكيشن مينلي عندنا، اول شيء البي ام اي اذا كان 40 وفوق، ثاني شيء اذا كان البيشنت بي ام اي تبعه 35 ولكن مصاحب ل كوموربيد فاكتور، كوموربيد ديزيز مثل تايب 2 دايبيتس ميليتس، الهايبر ليبيديميا، هايبر تنشن، اوبستركتيف سليب ابنيا اند سو اون. معناته عندنا اثنين، 40 بي ام اي او 35 مع كوموربيد ديزيز. طيب الفيرست كويستشن، تمام عندنا هون واتس ذا بروسيجر اوف تشويس. انا البيشنت او السيناريو موجود قدامكم. طيب الانسرز هون، طيب عندنا سليب جاستريكتومي، روكس ان واي، بالون دايليشن، ادجستمنت جاستريك باند. طيب 56% جاوبوا سليب جاستريكتومي، طيب الباقي روكس ان واي. طيب مع بعض نشوف البروسيجر سليب جاستريكتومي. وي سيد حكينا انه هاي ريسك اوف جيرد. هل عن معنى البيشنت اول شيء؟ الجواب اول شيء ثواني، الجواب هو روكس ان واي. البيشنت طبعا فيت فور ذا سيرجري 42 ولكن معاه كف chest pain difficulty swallowing حياه الهرنيا with grade 3 esophagitis. هاي العباره معناتها هاي جريد esophagitis 3rd degree معناتها معاه جير، تمام. فالحياه الهرنيا والesophagitis الجير الاثنين both require روكس ان واي. فور ذا سليب gastrectomy حكينا انه هي هاي ريسك فور جير. عندنا البالون دايليشن هو باليتف تريتمنت. الجاستريك باند كمان حكينا انه كونتر انديكيتد ان جير. كلير فور ذا فيرست كويستشن. طبعا كويستشن واي جاستريك باند از كونتر انديكيتد ان جير سينس ذات ات مايت بي هيلبفول فور جير كوز استرينثن ذا سفنكتر. الفكره مفيره انه راح يصير عندنا مور سسبتور فور ريجرج، تمام يعني راح تلعب دور مثل الحياه الهرنيا، تمام. فراح نضغط وراح يصير عندنا مور ريفلكس. جاوبت على السؤال ان شاء الله؟ طيب